اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل صحي، والصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. صحتك لما تكون في اكلتك لازم نهتم بالماتيريال بتاعنا والطبق بتاعنا ايه مكوناته. احنا بنعمل الاكل الصحي بنسبه تقريبا 90-80% نسبه نجاح. النهارده معانا طاجن الفراخ بالخضار، هنشوف ازاي تشكيله خضار من خير ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر، بطاطس، طماطم، بصل، فلفله ملونه، حسب اللي موجود عندك في الثلاجه مع صدور الفراخ. وهتعملي طاجن كله عناصر غذائيه تناسب افراد الاسره الصغير والكبيره. عدل الطاجن ده يا عم الشيف شويه رز ابيض مصري لطاف حلوين كده، نعملهم بزيت الزيتون مع فليفر من الحبهان وورق اللورا، بالتاكيد هيعجبوكم لان هيتعملوا بتركايه الشيف المغازي. كمان عدل السفره لازم يكون عليها طبق سلطه خضراء من الخضروات الجميله الشتويه المبدعه للنظر، اذا كان كرنب احمر، اذا كان جرجير، فلفله ملونه، بصل اخضر، حبيب قلبي الخاص البلدي بتاعنا، والصوره الحلوه من الخضروات الجميله من خير ارضنا على الشاشه. مش عايز اطول على حضراتكم لان الاكل بتاع النهارده اكل صحي والوقايه خير من العلاج. ايه المشكله لما يكون يوم في الاسبوع زي يوم الاحد النهارده كده؟ يبقى الاكل بتاعنا صحي ويناسب كل افراد العائله. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد. تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طاجن الخضار بالدجاج، مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله، ولكن الطعم مختلف والشكل مختلف وبطريقه تناسب كل افراد العائله بطريقه صحيه. صدور فراخ حسب عدد افراد الاسره بتتحكمي في الكميه، تشكيله الخضار اللي موجوده من خير ارضنا كوسه، جزر، بطاطس. انا طبعا هستغل الشوفان بما ان الشوفان دايما هو مدرسه المطبخ الغذائي او المطبخ الصحي، دايما داخل في كل حاجه، فمعايا هنا حبيبات الشوفان اللي هي الحبيبات الكامله، ودي موجوده برضو بيتباع بالكيلو بالنص كيلو واسعاره في متناول الجميع. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره على النار، حلو قوي. استخدامنا للماده الدهنيه هنا زيت زيتون. خلي بالك انا في اليوم الحد من كل اسبوع الاكل الصحي ببعد عن الزبده والسمنه البلدي والحاجات الدسمه، استخدامي بيكون معلقه زيت زيتون او زيت عادي مفيش اي مشكله، وبقدر الامكان تقللي كميه الزيت. معانا الدجاج الصدور الحلو ده كده هنقطعه مع بعض. شفنا المقادير على الشاشه يا شباب، هناخد صدور الفراخ تتقطع بالشكل ده مكعبات، تاخد الصدمه الناريه من غير توابل ولا اي حاجه. خلي بالك بقى الموضوع هنا شيق والموضوع هنا هيعجبك لان مدرسه تانية خالص. اهو طاسه شديده الحراره على النار، صدور الفراخ من غير اي تتبيله، ركزي في الموضوع ده علشان اي زفاره للفراخ انا دلوقتي هشيلها خالص بطريقتي. اهو ما تبلتهاش، ما حطيتلهاش توم، ما حطيتلهاش بصل، ما حطيتلهاش اي توابل، انا يعني قاصد كده. هناخد صدور الفراخ في قلب الطاسه اهي اهي، هو ده الكلام، ونقلبها تقليبه صغيره. بعمل انا هنا هو ده الجمال، شفت كده استوت معايا الفراخ، بتاخد صدمه ناريه، بشم ريحه الفراخ حتى لو الفراخ فيها مشكله بشم ريحتها بعرف دي، خلي بالك علامه ليكي، برهان ليكي. الفراخ او اللحمه عايزه تشوفي الريحه بتاعتها وتشوفي جودتها، ما تحطيش اي توابل ليها، تقومي تعرفي ايه القيمه الغذائيه قد ايه الريحه بتاعتها، واذا كانت مركونه بقالها كتير فيها مشكله صحيه. شوف الفراخ اهو، شايفه الشكل ده كده اهو. هننزل بالبصلية الناعمه، اللهم صل على النبي، اهو بصله ناعمه، فصي توم ناعم يا عم الشيف، حلو قوي، ونقلبهم مع بعض. مش هنزل بالتوابل خالص دلوقتي، واسيب الفراخ على النار تتحمص شويه على ما نشوف موضوع الخضار بتاعنا اللي احنا هنضيفه للفراخ. الخضار ده متوقف على اختيارك للخضار. اولادك بيحبوا البطاطس، كتري البطاطس. اولادك بيحبوا الكوسه، كتري الكوسه، وهكذا. ادي البطاطس متقشره في قلب الميه. البطاطس دايما لما تقشريها حطيها في ماء من غير ملح ولا اي حاجه خالص علشان تقدري تحافظي عليها ما تسودش منك، وفي نفس الوقت كمان تستخدميها. يعني انا دلوقتي معايا اربع حبات من البطاطس، عايز استخدم اتنين، هاخد اتنين واخلي اتنين في قلب الكاسروله اللي فيها ميه واحطهم في الثلاجه، يوم تاني بحمرهم، يوم تاني بعملهم بوريه. ادي البطاطس بتنزل مع الفراخ بالشكل ده كده،
الارض الفلفل ده عاجبني شكله، ما هوش حار قوي على فكره. باخده هنا بنزله في قلب الطاسه. الكوسه الحلوه دي كده من خير ارضنا باخدها كده. الله، كمان اتنين تلاته. وعملت طاجن خضار فيه عناصر غذائيه، اذا كان الكوسه مفيده للقلب، اذا كانت البطاطس كربوهيدرات ونشويات، خاصة الرياضيين والأطفال الحلوين مش كل يوم أكلهم بطاطس مقلية. الجزر فيتامين سي معانا، فلفلة ملونة هنحطها، والجزر معانا متقطع وجاهز. خلي بالك في الحالة دي بتقطعي الجزر صغير شوية عشان إيه نسبة الوقت بتاع التسوية. أهو أدي الجزر في قلبيها، والفراخ تحت بتتحمص عادي. معانا كمان، أنا حابب أشوف البصل في قلب الطاجن بتاعي غير البصلية اللي أنا حطيتها. باخد ده شرايح كده، مسكتك للسكينه مهم جدا. تقطيعك للخضار فيه صوره فنيه لازم تركز عليها شويه. ادي البصل بتاعنا في قلب الطاجن. كمان معانا يا عم الشيف فلفل، انا احب الفلفل الحلو ده كده. شيري منه البذر اساسي طبعا، الفلفل الاخضر بتاعنا البلدي ده كده. اللهم صل على النبي. هناخد الخضار ده يا عم الشيف كله كده نشوحه مع الفراخ. وايه التركايه هنا؟ هناخد شويه الصلصه بتوعنا اللي هنعملهم مع بعض اللي هو الطعم الجميل. اه بص على الحلاوه دي بقى، بص على الجمال، بص على الصوره الحلوه، بص على الحلاوه. هو ده هو ده الخضار بيتكلم مصر في قلب الطعام. اه الفراخ متحمره ازاي طالعه من تحت، هو ده. اه حطيت توابل؟ لا. حطيت بهارات؟ لا. اي فليفر من التوابل هنا مفيش. أنا بعتمد هنا على طعم الخضار وشكل الخضار وجمال الخضار مع البصل والثوم مع الفراخ. أه هسيبه في قلب الطاسة. أه حلو أوي لغاية دلوقتي يا عم الشيف. هنجيب الكبة بتاعتنا الحلوة، نشيل دي من هنا مش عايزها. الكبة الصغيرة الحلوة دي كده، بعمل إيه بقى يا عم الشيف؟ بحط شوية حاجات كده بقى لطاف أوي. معلقة فلفلة حلوة. ركزي بقى عشان الموضوع هنا إيه شيق. حلو قوي. معانا يا عم الشيف ايه؟ عود كزبره اخضر. الله، ورقتين كزبره حلوين كده، بلاش العروق، ناخدهم زي ما هم كده. اهو شفت بقى الشقاوه بتاعت المطبخ زي الفل يا عم الشيف. تمام. معانا يا عم الشيف سنه شبت صغيره. حلو قوي. معانا طماطم مضروبه او طماطم مبشوره او طماطم ضربها في الخلاط، بننزل بقى هنا كده. اهو اللهم صل على النبي. واستخدمي طماطم طازه. حلو قوي. ونحط معلقه سكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ عشان نعادل عمليه الايه؟ الحموضه بتاعه الطماطم اللي موجوده. ننزل بالبهارات بتاعتنا. السر في قلب الكبه دي دلوقتي. اه. اه. البهارات بتاعتنا شويه كزبره، شويه بابريكا، شويه كركم في قلبها كده، الف هنا وشفا. فلفل وملح. وهنضرب كل ده في الكبة يا عم الشيف. كل ده في الكبة. خلي بالك أنا ما تبلتش الفراخ في البداية خالص ولا حطيت أي توابل. حلو؟ كل دول مع بعض زي الفل يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. وناخد الكبة بتاعتنا كده. ما عندكيش دي ما فيش مشكلة، في قلب الخلاط بتاع العصير اللي بتضربي فيه موز باللبن. أو عصير أي حاجة، عندك خلاط أكيد في البيت طبعًا يعني. أهو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. العب. هو ده هو ده. اه بس خلص الكلام. هناخد كل ده مع بعضه. بص على الحلاوه اللي نازله دي بقى، بص على الشقاوه، هي دي التركايه. آه. حاجه جديده دي يا شيف. وعملت طاجن له طعم تاني خالص بتفاصيل صغيره. اه زي الفل. هقلبه تقليبه كده حلوه. شوف التقليبه دي مهمه جدا بقى. عندك حله بتغلي على النار. اه فيها بوكيه جرنيه. شفت الخضار؟ اه الله. اصبح هنا الفكره هنا يبقى ايه؟ تركايه هنا اللي مش ممكن حد يعملها غيرك، ان انا هنا جوعت الفراخ، جوعت الخضار. يعني فكره ان انا حمصه على النار من غير اي بهارات او توابل، نزلت بالتوابل والفليفر اللي احنا ضربناه في الكبه، نزل على الخضار ونزل على الدجاج، خد الطعم والفليفر بتاعنا الجميل. انا هغطيها
واخد بعض واطلع فاصل صغير عشان نرجع بعد الفاصل نشوف عدل الطاجن الحلو ده. بالتاكيد شويه رز ابيض حلوين معمولين بحب، طبقه سلطه خضراء من خير ارضنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما الرز الابيض بيكون ضيف السفره، او بيكون هو جوهره السفره، زهره السفره. ايه التعبيرات الحلوه اللي انت بتدلع بها الرز؟ بتعملي اكله سمك مقلي لازم يكون رز ابيض، طاجن باميه باللحمه الضاني يبقى رز ابيض، شويه ملوخيه بالفراخ او بالدجاج او بالارانب لازم رز ابيض، طاجن حلو زي اللي انا عامله بالمكونات بتاعته والتفاصيل الحلوه دي رز ابيض. الرز الابيض معانا بيحصل فيه مشاكل، مقاديره على الشاشه ونشوف الشيف المغازي هيعمله ازاي في وقت محسوب بطريقه بسيطه وسهله. حبهان وورق لورو، معلقتين من زيت الزيتون او زيت عادي مفيش اي مشكله، ومعانا الرز الابيض الجميل الحلو بتاعنا وشويه ملح. اول حاجه احط معلقه زيت صغيره كده في قلب الطاسه، بس خلي بالك تحط في الاعتبار هنا في حله بتغلى على النار فيها خير، اسمها حله الخير سميها، فيها جزر وفيها كرفس وفيها بصل وفيها طماطم، باخد الفليفر بتاعها ده كده والشوربه بتاعتها اعمل بيها الرز. خلي بالك اهو، ما تعتمديش على مكسبات الطعم اللي ملهاش عوزه ولا لها لازمه. هنحط هنا القرفه، الله، ورقتين لورو، فصين قرنفل، حبهان، تحميصه في قلب الزيت، بننزل بالرز بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي، اهو هو ده، اهو 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 اهو. خدت الفليفر بتاع الاعشاب، خدت الفليفر بتاع التوابل، اذا كانت قرفه خشب ولا ورق لورو، في قلب الزيت اللي انا هقلب فيه الرز دلوقتي، اهو اهو اهو، خلص الكلام، ونقلب. الرز بيبقى معانا حبه وحبه، مش مستوي، معجن معانا. ايه التفاصيل بتاعتك لعمل الرز يا مغازي؟ الرز يا اختي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا شربطه اللي بتشوفيه، لازم يتغسل مره واثنين وثلاثه وتتاكدي انك صفيتي ميته. الله عليك، اوعي تسيبي ميه في قلب الرز. اسمعي نصيحتي وخلي بالك. ليه؟ الرز اللي هيكون الميه اللي موجوده في الرز هتخلي لك الرز ده يعجن وتكسر لك حبيه الرز، وفي نفس الوقت كمان هتشيل الكفر بتاع حبيه الرز وتشيل نسبه الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيه. اهو شايف الرز في قلب الحله بيتكلم مصري، اهو اهو اهو. حبان، ورق لورو، قرفه بالشكل ده كده. ناخد الشربطه بتاعتنا الجميله الحلوه، الشوربه الحلوه اللي عندنا اهي زي الفل. فين يا عم الشيف؟ هناخد اهي زي الفل، ناخد الشوربه. الله، تنزل الشوربه دي كده. عندك شوربه فراخ اهلا وسهلا، شوربه لحمه اهلا وسهلا، شوربه بط اهلا وسهلا. حلوه وتمام. اكتبي الجمله اللي انا هقولها دي دلوقتي بقى على باب الثلاجه او على باب المطبخ او قدامك كده في حته من المطبخ. اوعي في حياتك تغطي على حله الرز قبل ما تغلي. اي نعم يقول لك المثل اتقل على الرز لما يستوي، بس في حاله ما شايفاه بيبكبك على النار كده اهو زي ما هو بالشكل ده كده. هنوطي النار عليه ونسيبه يستوي على نار هاديه. اهو اهو اهو، يلا مع السلامه. خلص الرز. على مسؤوليتي بعد 15 دقيقه من الان هتلاقي شويه رز مفلفلين وزي الفل. اهو شوفي في قلب الحله، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، اهو اهو هدي اهو خلاص. شفت الرز بيبكبك بيغلي، وطي النار عليه وغطيه. اوعي في حياتك تغطي الرز قبل ما يغلي على النار. ايه اللي هيحصل يا مغازي؟ الدنيا هتقوم يعني. تخيل لما تكون عامله اكله حلوه كده بقى، طاجن باميه باللحمه الضاني، وصرف عليه ومهتمه بيه وتعبانه عليه، وشوط الرز ما يظبطوش على السفره، ازعل اعيط. نمسك البوتاجاز بتاعنا نروقه كده عشان مخرجنا. وعلى نار هاديه الرز بتاعنا بيستوي. نشوف الطاجن اخباره ايه. بص على الحلاوه معايا وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الحلاوه، هو ده استوى. بص اهو اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده. بنحتاج شوية شربات، شوية شوربة. الحلة دي طالما موجودة عندك بتفتح نفسك لكل حاجة حلوة. عندي صينية هدخلها الفرن دلوقتي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كوسة هتلاقي، بطاطس هتلاقي، جزر هتلاقي،
فلفل الوان هتلاقي طعم الكزبره والشبت في قلب الطاجن بس بنسب قليله جدا الا الشبت. انا مسميه الحرامي بتاع المطبخ بتاع الفليفر. الشبت تحطيه كميه كتير هيقلب على محشي ويسرق الطعم من الكزبره والبقدونس واي حاجه حلوه حطها في الحله. خلي بالك فقللي منه شويه. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش الطاجن ده، لسه تفاصيله ما معانا. الطاجن ده انا بعمله صحي، ودايما الشوفان نروح عند دكاتره التغذيه يقول لك ايه، شوفان مع زبادي، شوفان مع سلطه، وهل الشوفان مع طاجن الخضار ده هيقول حاجه؟ ابدا. زي ما هو كده، كانك بترش مكسرات. درجه حراره الفرن عندنا كام يا مغازي؟ 180. اللهم صل على النبي. يخش الفرن كده بالحلاوه والشياكه دي كده، والصوره الحلوه بتفاصيل صغيره بمعنى كبير وطعم تاني في قلب الفرن. العب. بص بقى الحلاوه دي وصلى على الحبيب. تعالوا نروق المطبخ بتاعنا عشان داخلين نرسم لوحه فنيه. طبق السلطه ما زلت وهقول، وكل ما تيجي مناسبه هقول طبق السلطه عنوانك على السفره، طبق السلطه شكلك ومظهرك على السفره، طبق السلطه ذوقك على السفره، طبق السلطه مدى اهتمامك وحبك بضيوفك. معقوله بجد يا شيف؟ يعني اروح اجيب ديك رومي واجيب فخده ضاني والكلام ده كله في الاخر تقول لي طبق السلطه؟ تقطيعك للخضار، نظافه الخضار، غسيل الخضار، تقديمك للطبق ده مهم جدا. هستاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع بتفاصيل صغيره من خير ارضنا، تشكيله خضار، هنرسم لوحه فنيه ممكن نتصور معاها. تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل شويه رز عملناهم. استوى معانا الشيف الرز، شوف استوى معانا الرز يا فاروق. بص على الرز كده حبيبنا مخرجنا اهو. بص على الحلاوه. بس بيقول لي في قبل الفاصل ايه؟ بيقول لي يا شيف مغازي الرز ده بيقعد ساعتين على النار. لانك مخرج، انا شيف. دخلت رز استوى، ميه بتغلي، الرز اتغسل مره واثنين وثلاثه. بعد ما بيتغسل بنسيبه تقريبا تلت ساعه ونص ساعه كده. شايف شويه الرز حلوين زي الفل. هنلمعه بمعلقتين زيت حلوين كده، بلاش معلقه السمنه بتاعت امي دي كده. بس خلاص زي الفل بقى. رز صحي 100%، فيه الكربوهيدرات، فيه النشويات. على مسؤوليتي عن على مسؤوليتي الشخصيه خالص يا باشا. ده بعد دقيقتين هنطلعه دلوقتي ونغرفه مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض السلطه بتاعتنا هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص طبق السلطه بتاعنا سريعا كده نقطعه مع بعض. فرصه حلوه واحنا بنقطع الخضار نتعلم ازاي. نشوف طبق السلطه الحلو بتاعنا. معانا جرجير، معانا خس، معانا طماطم، معانا خيار، معانا شرايح التوست متحمره جاهزه. هناخد الخضار الحلو ده كده، الجرجير والخس والخضروات الورقيه، تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. يعني عندك خس وجرجير لازم يتغسل زي ما هو سليم كده وبعدين تقطعيه. حذاري انك تقطعي الخضار بالشكل ده كده وتغسليه. من الاخطاء الشائعه اللي ممكن نفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه للخضروات بتاعتنا اذا كان خس او جرجير او سبانخ، لازم تغسليها الاول وبعدين تقطعيها. ده جرجير الله وخس مع بعض. خلص الطبق السلطه. اول ما اشوف الخضار متقطع بالشكل ده في قلب الطبق السلطه اعرف ان فيه اهتمام. نيجي للخيار. قطعها نصين كده، ركزي معايا. كل القصه اللي انا هاخدها زي ما هي كده. في تفرق التقطيعه دي كده، شفت التقطيعه اهي شفت تفرق. الشكل الحلو ده. بس خلاص نفس الطريقه. حلو قوي تمام. عندنا كرومبا يا حمراء. اللهم صل على النبي. تعالى في مشاكل عندنا بقى. ايه الكرنب الاحمر ده؟ موجود دايما عند اخواننا بتوع الخضار، وكمان الكرنب الابيض ده موجود كمان معانا. حلو قوي. الحاجات اللطيفه دي دايما تكون موجوده عندك في المطبخ في البيت، فيها الياف، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. الكرنب يا اخواننا مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه الكبد، بينشط الكبد، بينقي الكبد،
بيعقموا حاجات يعني في الكرومب والحاجات اللطيفة دي فوائد كتير قوي وسعرها في متناول الجميع. ما نجيبها نعملها سلطة، نعمله محشي، ندخله في طبق السلطة زي اللي أنا هعمله دلوقتي، مفيش أي مشكلة. يتخلل الكرومب ده، مضادات أكسدة فيه، ألياف فيه. أنا هستخدم الكرومب الأحمر كده بس، خلي بالك علشان تستفيد بالكرومباية دي أكبر وقت ممكن وتقعد عندك يوم واثنين وثلاثة وشكلها حلو بيبقى في الطبق السلطة أو بتعملي مشويات. هناخد كده ورقتين ونخلي الباقي جنبنا. بالشكل ده كده. مش عايزة تطلع معاكي، هتجيبي شوية مية دافيين وتحطها فيها وتطلعيها، هتلاقي الورق ده طلع لوحده. تاني المعلومة دي، باجي أطلع الورق من الكرومباية بلاقيه بيتكسر معايا، إذا مش زي دي كده تبقى هشة. تجيبي مية دافية ومية مغلية، حطيها كده بتاع 3 دقايق هتشيليها، هتلاقي الورق فك من بعضه كله، خلي بالك. هناخد الورق ده كده بالشكل ده كده الله، وناخده تحت السكينه كده ويتقطع كده الله. طبق السلطه ده لما تشوفيه على السفره في تفاصيل كتيره، في الوان كتيره تلفت النظر تجذب النظر. صوت السكينه وهي نازله على الكرنب تجوع. حاضر يا غالي، عايز تشوف طاجن الخضار في الفرن؟ هتطلعه دلوقتي حالا بعد دقائق معدوده. هناخد الكرنب ده كده ينزل على وش الطبق. الله، هي دي التفاصيل الصغيره. معانا فلفل اصفر حلو قوي. عايزه تبشري جزر عليها؟ ابشري جزر عليها. حلو قوي. خلصنا طبق السلطه يا عم الشيف، ممكن نغذيه وممكن ندعمه بشويه شوفان حسب الرغبه. هنعمل التتبيله بتاعت السلطه دي بقى، تتبيلها ازاي يا عم الشيف؟ حالا واحنا مع بعض كده سريعا، ودي مهمه جدا، ودي اللي بتفصل مطبخ من مطبخ ومن طعم لطعم. يا نعم عينيا، عايز تشوف الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال وصلي على الحبيب. طاجن الخضار بتاعنا مهم جدا. يعني تعالوا مع بعض نعمل صلصه السلطه او الدريسنج بتاعها. نعمله ازاي؟ ده مهم جدا. شويه زيت زيتون، زيت الزيتون على البارد مفيش اي مشكله منه، تقريبا 3-4 معالق. حلو قوي. بحط لها شويه كمون السلطه دي. ليه يا عم الشيف كمون؟ عشان فيها كرومب، مشاكل الكرومب مع الغازات عايزين نخلص منها. بننزل بفص توم ني، بصلايه ناعمه الله، سنه شبت صغيره اهي في قلب الصلصه. حلو قوي. نقفل الفرن. عصره ليمون يا عم الشيف الله، حلو قوي. معلقه خل صغيره يا عم الشيف عشان حاطط فيها بصل. حلو قوي. تمام، نقلب دول كده مع بعض. خلي بالك مهم جدا بقى تتبيله السلطه قبل التقديم مباشره، يعني ولادك جمعوا السفره بالخير، لان الخضروات الورقيه هنا لما بنحط عليها خل وليمون ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتدبل، وانا مش عايزها تدبل. خلي بالك هنشيل الخضار بتاعنا ده كده. هوريك الرز دلوقتي استوى ولا ما استواش، انت مراهن عليه صح؟ ناخد السلطه بتاعتنا نقلبها بالشكل ده كده، بالالوان الحلوه دي كده اللي تفتح النفس دي كده اهي. شايفه الكرنب الاحمر مع الخس والجرجير ناخدها نحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. طبق السلطه في كل التفاصيل. عينيه، حاضر زي الفل. هنعمل حاجه لطيفه دلوقتي مع بعض. طبق السلطه ده قلت لحضراتكم بسيبه للاخر علشان ده لوحه فنيه زي ما هو كده يا عم الشيف. واشيل ده من هنا. عندي طماطم، طبق السلطه من غير الطماطم لابد. هناخدها كده نقطعها بشكل حلو دلوقتي، نبص عليها بسرعه ونبدا بقى ايه نطلع الانتاج بتاعنا. الطماطم دي كده، خلي بالك انت لما بتعملي طبق سلطه خضراء مش كل الخضروات ممكن الاولاد ياكلوا منها. الطماطم دي تتحط جانبا كده عشان في البعض بيحب ياكلها من غير تتبيله، انا شخصيا بحبها كده معايا توست بالشكل ده كده. الموضوع ما كلفنيش حاجه، كلفني شويه اهتمام بس. شفت الموضوع فرق ازاي؟ تخيل الطبق ده على السفره، والله لو عامله ديك رومي هو ده اللي هيجذب الانظار وده اللي هيكون حديث القعده. حلوه. ودول كفايه. ناخد الصلصه اللي احنا عملناها دي كده تنزل على وش السلطه وتسيبها براحتها بقى.
الله، اللهم صل على النبي. اهو زي الفل. عينيا، حاضر. نطلع بالطاجن بتاعنا. عينيا يا غالي، اهو طلع الطاجن بتاعنا بسرعه. اللهم صل على النبي. يلا يا غالي، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اهو الطاجن هنا، نقدمه كده لحضراتكم على السفره مع السلطه الجميله الحلوه، ونروق السفره بتاعتنا كده لضيوفنا الحلوين. اللهم صل على النبي. اهو شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده كده؟ اهو طبق الرز بتاعنا، عدل السفره بتاعتنا. عينيا اهو، حاضر. عينيا الاثنين. خلي بالك اذا كان طاجن رز على السفره عاملاه، حط في الاعتبار هنا الرز ده برضو في نفس الوقت ما يبقاش واخد من طعم اي توابل، عشان نقدر نعوض البهارات اللي موجوده في صينيه الفراخ. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. قدرنا نعمل صينيه الفراخ او طاجن الفراخ بالخضار، تشكيله الخضار اللي اولادك بيحبوها اختيار ليكي طبعا. عدل الاكل بتاعي شويه رز ابيض حلوين معمول بتكنيك عالي من الصحه، ما فيهمش اي زيت ولا سمنه. عملنا طبق سلطه جميل على السفره، لوحه فنيه، ودايما طبق السلطه بمثابه اللوحه الفنيه اللي بتعبر عن حبك لاولادك واسرتك. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وكمان الاكل الصحي مش حرمتكم من حاجه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.